اهلا وسهلا المتابعين ومشاهدي جريدة عبير مباشرة من الدار البيضاء مع الاعلامي والحقوقي السيودي اللي غني على التعريف. اليوم غادي يتكلم لنا على الموضوع ديال هذيك السيدة اللي خرجات وقالت بانها من حقها باغا تزوج ثلاثة ديال الرجال وراجل واحد ما تيقنعهاش، خاصها ثلاثة يلاه يقدوا عليها. السيودي غادي غيفصل معنا في هذا الموضوع وغيدوي لنا على الفضيحه هذه اللي تعدد تنعرفوا الرجال ولاو تيهربوا منه. اللي مرة قالت لك باغا دير تعدد وباغا تجوز بثلاثه. اهلا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وفي الحقيقه هذا موضوع لا يفهم لا اصله ولا فصله. امراه بغات تتزوج بثلاثه رجاله ولا بات رجاله ويسمونه تعددا. التعدد هو للرجال، وحتى ان حينما أبيح للرجل أن يعدد من أزواجه إلى أربعة دار له شروط، وحتى أن المجتمع هنا يرفض التعدد، لأن التعدد وإن كان هو شرعيا فأصبح مرفوض. تقولك تزوج على مراته وتلقى أنه أمر في تقبح المجتمع ولو أنه مباح. الاشكال اللي كاين هو ان امراه حاليا تتقول لك بغات تزوج بثلاثه، وبينه وبينك هذه ماشي يساريه اللي عندها مواقف ما دارش شي توجه فكري معين او مدرسه معينه. هذه السيده قبيحه حتى التعود. علاش؟ لان ما ضبطاش الامور لا الجانب الشرعي، انا نقول لك انها تتحدث في الجانب الشرعي، ولا في الجانب القانوني الوضعي الذي يبيح مثلا المثليه. بعض الدول تبيح المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل ولا تستنكره، إلا أن بعض الدول أخرى تستنكره. هذه بدأت تتكلم في واحد الموضوع اللي فضفاض اللي ما 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 تشبعكش تتناقش فيه. أولا الزواج ديال هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما تحدثت عائشة عن أنواع الزواج قالت كاين واحد الزواج اللي كان في الجاهليه، وان واحد المراه تدير خيمه حمراء ذات الرايات الحمر، تدخل عليها يدخل عليها الراجل الاول والثاني والثالث والرابع، ديرها فيها حتى 10 و20، ومن تتحمل هي تختار من يكون اب الطفل. اذا بغات تمشي بهذه العقليه هذيك جاهليه وما بقاش مقبوله، ويعارضها العقل والقلب والشرع سواء جميع الاديان والمدارس الفكريه والمنهجيه ما كايناش. هذه بغات دير الفساد المعلن، رغم ان القانون المغربي، وانا كنت شي مره كان شي خبر في بعض الصحف ان امراه كانت تعدد الزواج بطريقه غير قانونيه وقبطوا عليها شدوها، لان القانون المغربي لا يسمح بذلك، بل القوانين الوضعيه لا تسمح بذلك. هذه المراه تقول لك المراه تتخدم على الرجل وهو جالس في الدار، هي الاصل القوامه عند الرجل، ان الرجل خصو ينفق على المراه. اذا كان بيناتهم تعاون وتشارك في اطار هذه الازمه ولا في اطار هذا المجتمع، هذاك بيناتهم. ولا كانت هذه المراه هذه استاذه معلمه طبيبه، وحنا اليوم ولا تشوفوا المراه. لا هذه لا لا هذه حمقى، هذه ما هذه ما عندهاش، ولو تكون عندها ما عندها من العلم، ولكن هذه عندها حاله نفسيه يمكن ما قبل احد، لان حتى هذا حاليا ما تقبل احد، ما 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 لا يرضى اي شخص، باها امها اخوها اخوتها ما تقبلوش لها هذه المساله. هذه صعيب جدا ان شي واحد كيف هذه السيده هذه، واش هي لا تكون عندها الدار وتجي عند كل واحد عنده نهار، او العكس هي تمشي عند كل واحد لداره. لان هذا الشيء ما دام تطلب القوامه ديال الرجل انه هو اللي يصرف عليها، اذا كل راجل خصو يدير الدار، يتشاركوا في دار وحده باش يتشاركوا في مراه وحده. فهذه كلها تتبين لك بان هذا الشيء ساذج يعد من اللغو الحديث فيه. السيده تمشي تعالج راسها نفسيا، الله يسهل عليها فود الناس، لان ما قد حتى واحد، عرفت هذه جوله ثلاثه ولا اربعه؟ اربعه فهمتي؟ الله يسهل عليها فود الناس، تجوج ونهار تجوج راه هذاك الشخص راه يرفض. وتبى تصور دابا نتايا، انا غادي نتزوج مرة ثانية وترفض لي مراتي ومن حقها، ما تمنعنيش من الزواج، زوجتي لا تمنعني من التعدد، ولكن لها الحق في التبرؤ مني، تقول لي يا شريف لك تتزوج طلقني. فما بالك بهذا الراجل اللي غادي تجي هذه السيدة
ما نوصفش لكش بعدا عن جمالها ودينها ومالها الذي تختار فيه هي. والظاهر ان هاد الاختيارات الاربعه ما عندهاش، لان الرجل سيبحث اما عن المال وعلى الجاه ولا على الجمال ولا على الدين ولا على النسب باش يتزوج بها. وخصي يدي معاه هو الولي، لو خصو يكون معاه هو الولي ديالها هي للزواج. هذيك باها غادي يقبل عليها بانه يمشي معها على اربعه ديال الناس؟ راه فين ما مشيتي. ثانيا راه يضبط الزواج بالنسب، الرجل عنده النسب، لا في القران والسنه يثبت النسب النسب للرجل وليس للمراه. حنا راه ماشي يهود، راه اليهود اللي تيديروا ينسب الشخص بدين امه. فالحديث طويل طويل وما بينه وبين يعد من اللغو. علاش نشوفوا شي الرجال حاليا ولا ما كاينش القضيه ديال التعدد ولا الناس يهربوا منها؟ لأن واحد ما يقدرش يشكافى معاها. لا شوف التعدد لا تهضر معاه، نقول لك انا هو مباح، ولكن المذهب الموحدين والخائفين هو السائد. وحتى ان التعدد فيه كلام طويل. التعدد دابا ان فيه هذاك العدل صعب بين النساء. قوامه هو ان سابقا اللي تيدير التعدد تيكون في بيت واحد، لان الاصل حنا اللي نرجعوا ليه، انا تنتزوج باش نولد وليدات اللي يكونوا نافعين وصالحين وكل دخل اللي في الدنيا وفي الاخره. الى خرجات هذه القضيه باش نعدد فتنضيع تتكون الانانيه ديال الزوج، الانانيه ديال الرجل مع ابنائه في تربيتهم. فالاصل في الزواج ديال التعدد بالنسبه للرجل تجمعهم في بيت واحد. أنا هذا هو رأيي وبحكم تجربتي. إلا جمعتهم في بيت واحد تيبقاو الأزواج في أسرة واحدة، تيكون بيناتهم العدل، تيكون بيناتهم واحد المحبة وكذا. يمكن يكون خلاف، راه تيكون هذاك الخلاف حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الثوابت ديال الزواج تتبقى هو الأصل، أنك تتربي وليدات كلهم مجموعين. هاد السيدة هذه الرجل ولا السيدة واش السيدة اش تقلب على البوز ولا تساعد على الزينة؟ اشتريف السيدة ما هي إعلامية؟ ما هي عندها توجه فكري معين؟ ما هي ما عندها لا أساس من الراس؟ فهذا خصها تمشي للطبيب ماشي دير البوز. هذاك اللي غادي يشوفها أباها ولا أخوها غالبا مريضة نفسية ولا يعد بكلامها، وكلامها ساقط في شتى المواضيع والمجالات. رسالتك الأخيرة في حالة العيالات اللي يخرجوا من المواضيع اللي شوف الأزمة والبعد عن الدين والتربية تيخلق لك واحد مجموعة ديال الحالات اللي تتكون غريبة جدا. فمن الفكر الحضاري تيوني الراجل مع الراجل اللي هو ما يمكنش نهائيا، وتيمشيو غمقوا انهم يجيبوا ولد يربيه ولا بنت مع بنت تتزوجوا. فما بالك هذا كلها مخالفه للسنن الكونيه بعيدا عن الدين. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمراه هو الزوج، هما كلاهما زوج. الرجل والمراه من تتغير هاد الطبيعه هذه تيوني انك مخالف للسنه الكونيه. خليه على من الدين، خليه من الشرائع الدينيه ولا هذه، مخالف الكون كله. السنه الكونيه في التوالد رجل ومراه، جوج نساء ما كاينينش، جوج رجاله ما كاينينش. هذه وراجل ممكن يعدد ولكن في اطار ضوابط. المراه ان تعدد هذا مخالف للسنه الكونيه فضلا عن الدين الاسلامي وغيره من الديانات السماويه التي لم نسمع منها قط، وهو زنا فاحشة من الفواحش التي أرادت هذه المرأة. وبدون أشوف وبدون التركيز هذه المرأة هذه غالبا ينبغي أنه حتى ماشي الطبيب النفساني، خاص السلطة تعيط عليها لأنها تدعو إلى الزنا. خاص السلطة تعيط عليها وتنبهها وديها عند الطبيب ودير بيان بأن السيدة راه ماشي بطبيعتها، ولا وهذا التفكير ديالها راه غير صائب وينبغي البحث فيه. شكرا سي ولدي. مرحبا شكرا. مرحبا. كنتمناو من السلطات باش تقوم بالواجب ويتدخلوا هاد السيده هادي باش تساعد على الزينه بطريقه غير مباشره. غير مباشره وما يقبل احد. وتبعوا مشاهدي جلالة عبد الرسول، نسميكم الله في مباشر اخر ان شاء الله. ديان